السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، معكم ست مروة عبد الكاظم، تدريسية في قسم تقنيات المختبرات الطبية كلية المصطفى الجامعة، لمادة الفسيولوجي النظري المرحلة الأولى. عنوان محاضرتنا اليوم هو البلود جروبس، يعني مجاميع الدم، وهي محاضرة مكملة للمحاضرة السابقة. وننتقل إلى موضوع آخر وهو الـ ABO Blood Group System. مثل ما نعرف أنه فصائل الدم اللي عندنا هي أربعة أنواع، الـ A والـ B والـ AB والـ O، وكل نوع أو كل فصيلة من الفصائل الأربعة أما تكون Positive أو تكون Negative، وذلك اعتمادا على وجود الـ RH Antigen اللي يدعى بالعامل الرئيسي. The ABO blood group system, determination of blood type system is the most important in human blood transfusion. يعني عملية تحديد فصيلة الدم تعتبر ذات أهمية كبيرة في عملية نقل الدم للإنسان. يعني في حالة تعرض الشخص إلى حادث أو أثناء إجراء عملية جراحية، فهذا الشخص راح يفقد كميات كبيرة من الدم تعرض حياته إلى الخطر، وكذلك في حالات فقر الدم الحاد. فمن الضروري أن نعوض للبيشنت الدم المفقود من خلال نقل الدم المناسب للمريض. وعملية نقل الدم طبعا ما تتم بشكل عشوائي، فلازم بالبداية نعرف فصيلة الدم حتى نقدر نحدد أي فصيلة دم نقدر ننطيها للبيشنت للمريض. يعني Determination of ABO blood groups depends upon the immunological reaction between the antigen and antibody. يعني تحديد فصيلة الدم يعتمد على تفاعل مناعي بين الانتيجين وبين الانتيبودي. طبعا الانتيجين إلى اسم ثاني هو الاجليوتينوجينز because of their capacity to cause agglutination of RBC. يعني بسبب قدرة الانتيجين على التسبب في تكتل كريات الدم الحمراء. والانتيجينز on the surface of red blood cells، يعني الانتيجينات الموجودة على سطح خلايا الدم الحمراء، قد تكون أما proteins or carbohydrates or glycoprotein or glycolipid depending on the blood group system. وننتقل إلى الـ ABO Basic اللي هو أساس تصنيف مجاميع الدم، ويعتمد على وجود أو عدم وجود الانتيجين A والانتيجين B على سطح الخلايا الحمراء. ففي حالة وجود الانتيجين A على سطح الخلية الحمراء فيعتبر الدم هو جروب A، أما السيرم اللي يحيط بالخلايا فيحتوي على الانتيبودي B. وفي حالة أنه الخلايا الدم تحتوي على الانتيجين B فالدم يعتبر جروب B، أما السيرم اللي يحيط بالخلايا فيحتوي على الانتيبودي A. أما في حال وجود الانتيجين B والانتيجين A على سطح الخلايا الحمراء فيعتبر الدم AB، والسيرم اللي يحيط بالخلايا لا يحتوي على أي نوع من أنواع الانتيبودي. وفي حالة عدم وجود الانتيجين A والانتيجين B على سطح الخلايا الحمراء فيعتبر الدم هو جروب O، وأما السيرم اللي يحيط بالخلايا فيحتوي على الانتيبودي A وعلى الانتيبودي B. فالشخص اللي فصيلة دم A يقدر ينطي دم للي فصيلة دم A واللي فصيلة دم AB، أما الشخص اللي فصيلة دم B يقدر ينطي دم للي فصيلة دم B واللي فصيلة دم AB. أما الأشخاص اللي فصيلة دمهم O فيقدرون ينطون دم للي فصيلة دمهم O واللي فصيلة دمهم B وA وAB. أما اللي فصيلة دم AB فقط يقدر ينطي دم للي فصيلة دم AB، ولهذا يعتبر الـ O هو Universal Donor، يعني الواهب العام، أما اللي يكون فصيلة دم AB يعتبر Universal Acceptor، يعني المستلم العام.
RI system of classification. مثل ما وضحنا إنه فصائل الدم يحددها وجود أو عدم وجود الانتيجين A والانتيجين B على سطح خلية الدم. إضافة إلى ذلك هناك انتيجين آخر يسمى RH العامل الرئيسي. فإذا كان RH موجب positive يعني RH انتيجين يكون موجود على سطح الخلية الحمراء. أما RH السالب يعني عدم وجود RH انتيجين. الشخص اللي فصيلة دمه سالبة يقدر ينطي دم للي فصيلة دمه موجبة وفصيلة دمه سالبة. في حين اللي شخص اللي يكون فصيلة دمه موجبة فقط ينطي للي فصيلة دمه موجبة. ولهذا الـ universal donor المتبرع العام أو الواهب العام هو الـ O سالب أو نيجاتيف. أما الـ universal acceptor هو الـ AB بوزيتيف. ولهنا نوصل إلى نهاية محاضرتنا اليوم. إن شاء الله تكون المعلومات واضحة واستفاديتوا من عدها. وأي سؤال أي استفسار بما يخص موضوع المحاضرة راسلوني على جوجل كلاس روم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.